بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, This is our 35th lesson going through the poem الشاطبية, authored by الشاطبي رحمه الله تعالى. الحمد لله, we finished سورة يونس, and now we move on to the next chapter, سورة هود. قال المصنف رحمه الله, وإني لكم بالفتح حق رواتي. قول الله تبارك وتعالى, ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين, قرأ بفتح الهمزة حق رواته ابن كثير أبو عمرو الكسائي, والباقون به الكسر, إني لكم نذير مبين. والله أعلم. النيوث رحمه الله تعالى said, وبادي بعد الداد بالهمز حلل. أبو عمرو الوصلي recited بادي الرأي with همزة, بادي الرأي, بادي أه instead of بادية. طيب, والباقون به الياء. والله أعلم. دان يوث رحمه الله تعالى سال, ومن كل نو معقد أفلح عالما. قول الله تعالى, ومن كل زوجين اثنين وأهلك, which has come of course سورة هود and likewise سورة المؤمنون. You recite with تنوين for two حفص, من كل زوجين اثنين, والباقون بحذف التنوين, من كل زوجين اثنين. والله أعلم. دان يوث رحمه الله تعالى he said, فعميت ضمومه وثق شذا على. طيب, فعميت عليكم أن ألزمكموها, سورة هود. You recite it like that, فهو شذا على, فعميت أضممه, أي ضمه on the عين, وثقله أي شده on the ميم, فهو شذا على, حمزة كسائي حفص, والباقون فتح العين وتخفيف الميم, remove the شده. And so الباقون they say, فعميت عليكم. والله أعلم. Then the author رحمه الله تعالى said, وفي ضم مجراها سواهم. قول الله تعالى, وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها, قرأ بضم الميم الكل إلا شذا على, all except for حمزة كسائيا حفص, meaning نافع بن كثير أبو عامر بن عامر شعبة, they say what, موجة, and then of course whatever أصل that they have come concerning the رأس, والتقليل لورش نوصى ولماله لأبو عامر البصري. So they say what, وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها أو مجراها أو مجريها. طيب, as for those who recite with فتح شذن على, then we say they all do what, إمالة, as we know it's the أصل for حمزة كسائي, and it's one of the قواعد, is one of the exceptions to the rule for حفص. As we know, we learn the Quran that حفص and عاصم, the only موضع where he does إمالة is وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. طيب, and so as we said, ضم الميم for الكل إلا شذن على, except for حمزة كسائي and حفص, والباقون بالضم. طيب, لأني وفر رحمه الله تعالى سير, وفتح يا بني هنا نص. So here we have قول الله تعالى in سورة هود, يا بني اركب معنا. طيب, يا بني اركب معنا. طيب, those who recite with فتح of the يا بني يركب معنا, here is عاصم, meaning شعبة plus حفص. So they say what, يا بني يركب معنا, والباقون بالكسر, يا بني يركب معنا. وفي الكل أي في باقي المواضع, outside of the موضع that we just spoke about, only حفص recites with فتح of the ياء in يا بني. And so مثلا, يا بني أقم الصلاة, يا بني لا تقصص رؤياك. Anywhere else where you find يا بني, قرأ حفص بالفتح, والباقون به الكسر. That's a general principle. Now he mentions two exceptions and he says, وآخر لقمان. So the موضع سورة لقمان, يا بني came three times. يا بني لا تشرك بالله, يا بني إنها إن تكن مثقال حبة, يا بني أقيم الصلاة. This third موضع, يا بني أقيم الصلاة, وله أحمد, أي أحمد البزي. أحمد البزي agreed with حفص in this third موضع سورة لقمان. And so أحمد البزي, his أصل is what, الكسر. Here he recites with فتح, يا بني أقم الصلاة. وسكنه زاك, قنبل قرأها بالإسكان, يا بني أقم الصلاة, يا بني أقم الصلاة. طيب, and so in this last موضع سورة لقمان, how many قراءات do we have? We have three قراءات. قراءة بالفتح, يا بني أقم الصلاة, فحفصا البزي. القراءة بالإسكان في قنبل, يا بني أقم الصلاة, والباقون يا بني أقم الصلاة. وشيخه أي ابن كثير الأولى, the first موضع سورة لقمان, يا بني لا تشرك بالله, قرأ ابن كثير, أي both بزي and قنبل, they قرأ, they both recited with what, الإسكان in the first موضع. So they say, يا بني لا تشرك بالله, they both said, يا بني لا تشرك بالله. So again in the first موضع سورة لقمان, three قراءات, يا بني ابن كثير, يا بني حفص, يا بني باقي القراء. والله أعلم. ذن يوث رحمه الله تعالى سال, وفي عمل فتح ورفع ونون, وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملا. These two words, إنه عمل غير صالح, اقرأ برفع كلمة عمل
likewise بتنوين الرفع and also فتح on the ميم and so you say إنه عاملون طيب and likewise اقرأ the word غيره بالرفع and so you say إنه عاملون غير صالح for all of the قراء except for الكسائي meaning الكسائي قرأ بكسر الميم وفتح أو نصب كلمة عمل بعدم التنوين likewise نصب on غيره طيب and so he says إنه عامل غير صالح you see إنه عامل غير صالح والباقون إنه عامل غير صالح والله أعلم لن يوضى رحمه الله تعالى سأل وتسألني خف الكهف ظل حماه قول الله تعالى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ظل حما ابن كثير أبو عمرو الكوفيون they recited like that with تخفيف upon the noon فلا تسألني عن شيء and of course there upon the أصل when it comes to the ياء الزائدة فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا والباقون من النافع عن ابن عامر they recited with تشديد upon the noon فلا تسألني and of course by necessity the lamb must be مفتوح فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا However, here in Surah Hud, وَهَا هُنَا غُصْنُهُ Only غُصْن recited with تخفيف. And they, of course, Abu Amr al-Kufiyun. Abu Amr al-Kufiyun, they recited with what? التخفيف. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ طيب. Then we have, of course, نافع بن كثير بن عامر. نافع بن عامر, just like they recited in Surah Al-Kahf, they also recited here as well. So they say what? فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ طيب. And they're upon the أصل when it comes to the ya, الزائدة. However, Ibn Kathir قرأ بفتح النون مع تشديدها فلا تسألن ما ليس لك به علم. That's how Ibn Kathir recited it. طيب فلا تسألن ما ليس لك به علم. So I have three قراءات in the موضع سورة هود. The قراءة of غصنه which is of course going to be Ibn Abu Amr al-Kufiyun فلا تسألني ما ليس لك به علم. نافع عن ابن عامر فلا تسألني ما ليس لك به علم عن قراءة ابن كثير فلا تسألن ما ليس لك به علم والله أعلم ذني وث رحمه الله تعالى سأل ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا Here we have the word يومئذ which came in this surah and also سورة المعارج وهم من قال الله تعالى ومن خزي يومئذ in this surah and likewise there يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني So these two مواضع قرأ بفتح So they say يومئذ أتى رضا نافع عن كسائي They say what? يومئذ ببني And Likewise here ومن خزي يومئذ طيب ما يقوم به الكسر لني وث رحمه الله تعالى سر وفي النمل حصن سورة النمل وهم من فزع يومئذ آمنون قرأ بالفتح حصن And that's of course going to be نافع plus الكوفيون نافع plus الكوفيون they say what وهم من فزع يومئذ آمنون as for the word that precedes يومئذ فزع قبله النون ثم لا here in the word فزع قرأ بالتنوين الكوفيون فقط and so الكوفيون they say what وهم من فزع يومئذ آمنون as a washan قالوا what they say وهم من فزع يومئذ آمنون والباقون وهم من فزع يومئذ آمنون والله أعلم ذني أوث رحمه الله تعالى سأل ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل قول الله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم likewise قول الله تعالى وعاد وثمود وأصحاب الرس والفرقان likewise قول الله تعالى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم سورة العنكبوت لم ينون there is no قراءة of تنوين for the word ثمود على فصل حفص and حمزة طيب حمزة and حفص They say what? ألا إن ثمود كفر ربهم وعادا وثمود وأصحاب الرس وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم والباقون بالتنوين ألا إن ثمودا كفروا ربهم وعادا وثمودا وأصحاب الرس وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم والله أعلم لن يوث رحمه الله تعالى سر وفي النجم فصل نما سورة النجم قرأ بعدم التنوين أيضا حمزة But this time you add Shu'bah to the mix. And so it's Hamza, Hafs, and Shu'bah, meaning Hamza and Asim. Hamza and Asim. In قول الله تبارك وتعالى وثمود فما أبقى That's how they read it. والباقون بالتنوين وثمودا فما أبقى. والله أعلم.
لن يوث رحمه الله تعالى he said لثمود نوّنوا واخفضوا رضا. قول الله تعالى ألا بعدا لثمود ولقد قرأ بالتنوين والخفض الكسائي. So he says ألا بعدا لثمود ولقد أرسلنا. طيب والباقون بالنصب ألا أو عدم التنوين of course ألا بعدا لثمود ولقد جاءتهم. طيب لن يوث رحمه الله تعالى سر ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا ومن وراء إسحاق يعقوب قالت قرأ بالنصب عن فاضل كلا حفص حمزة ابن عامر ومن وراء إسحاق يعقوب قالت والباقون بالرفع ومن وراء إسحاق يعقوب قالت أما حال الوقف of course فعن فاضل كلا أون إسكان المحو والباقون يهب وجه الإشمام والروم والله أعلم. لن يوث رحمه الله تعالى سر هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا. يوث رحمه الله تعالى he mentions two مواضع in which we have قال سلام. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيث سورة هود and قال سلام قوم منكرون. In the first موضع in سورة هود هنا قال سلم كسره وسكونه قرأ بكسر السين وسكون اللام من قرأ حمزة والكسائي they say what قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيث likewise they say قال سلم قوم منكرون. طيب and so قالوا سلام that's in agreement with all of the قراء but it's the second موضع here قال سلام they recite it as قال سلم and likewise سورة الذاريات قال سلام قوم منكرون becomes قال سلم قوم منكرون فحمزة and الكسائي والباقون قالوا سلاما قال سلام and قال سلام قوم منكرون والله أعلم. لن يوث رحمه الله تعالى سال وفسر أنسر الوصل أصل دنا. قول الله تبارك وتعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل and likewise أن أسر بعبادي in سورة الشعراء. Wherever you find فأسر أن أسر you also find it in سورة سورة الدخان and other سور طيب in which these words come طيب you are to recite the همزة in an أسري not second همزة as a همزة وصل you are to treat it as a همزة وصل فهو أصل دنا نافع لابن كثير so the second همزة an is the first همزة forget about that one it's أسري the second همزة here you are to recite it with what همزة وصل. And as we know, the ahkam pertaining to hamzat wasl, we spoke about it in Matan al-Tibi. As we can see, we are to say what? Hal al-wasl yuhdaf, hal al-wasl tuhdaf. When you are conjoining between the hamzat wasl and that which comes before it, the hamzat wasl is what? It's dropped. And so you say anisri. And of course, the kasra here is what? Littakhallus min tiqa'i sakinin, to get rid of the meaning of the two sukuns. And so you say anisri bi'ibadi. Likewise, you say fasri bi'ibadi. طيب and of course this is found in سورة هود فسري بعبادي فسري بأهلك بقطع من الليل right likewise you have أنسري بعبادي إنكم متبعون فسري بعبادي يعني however it comes in the Quran these two statements فأسري and أن أسري you treat the همزة in أسري you treat it as همزة وصل and so the همزة وصل you give it the أحكام we spoke about in متن الطيبي and so you remove it حالة الوصل and so you say فسري بعبادي طيب أنسري بعبادي and of course if you were to start from the word إسري of course the third letter will be مكسور and so you give the همزة وصل a كسرة إسري بعبادي والله أعلم. لن يوث رحمه الله تعالى he said وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا قول الله تبارك وتعالى بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع كلمة امرأة and so it becomes إلا امرأتك إلا امرأتك and he said ها هنا to prevent you from going to موضع العنكبوت and also applying the ruling this rule does not apply in موضع العنكبوت إنا منجوك أهلك إلا امرأتك that's not what's being spoken about here rather we're talking about the موضع سورة هود فقط and so you say فحق أيمن كثيرا أبو عمرو إلا امرأتك إنه مصيبها والله أعلم. لن يوث رحمه الله تعالى سأل وفي سعد فضم صحابا وسلبه قول الله تعالى ومن الذين سعدوا ففي الجنة قرأ بضم السين صحاب حمزة كسائي حفص والباقون بالفتح وأما الذين سعدوا ففي الجنة and then he said to you وسلبه ask about learn the reasons and
why these people are going to be happy in the hereafter, and why they are going to be those who are going to receive that happiness from Allah subhanahu wa ta'ala. And that is no doubt because of the fact that they died upon La ilaha illallah. They died upon La ilaha illallah. And so they were capable and they were able to receive the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, imma halan aw ma'ala, either immediately or after being punished in the fire to wash away the sins that they committed, but they will eventually be exited from the fire and entered into paradise. And these are the people who will gain what? Sa'ada, happiness in the hereafter. Imma halan aw ma'ala. And that sole reason that allowed them to gain that happiness is at-tawheed. La ilaha illallah. And so it shows us the importance of studying tawheed, learning our correct creed and what the Muslim is supposed to have certainty in and believe in. Allahu a'lam. Then the author rahimahullah ta'ala, he said, وَخِفُوا إِن كُلًّا إِلَىٰ صَفْوِهِ دَلَىٰ. قول الله تعالى وَإِن كُلًّا قَرَأَ بِتَخْفِيفِ النُّونِ مَعَ إِسْكَانِهَا إِلَىٰ صَفْوِهِ دَلَىٰ نافع شعبة ابن كثير وَإِن كُلًّا طيب والباقون بتشديد النون مع فتحها وَإِنَّ كُلًّا وَاللَّهُ عَلَمْ. Then the author رحمه الله تعالى said وَفِيهَا وَفِي يَسِينَ وَالطَّارِقِ الْعُلَىٰ, meaning in this موضع سورة هود, likewise Surah Yasin, likewise Surah Tariq, you have the word lamma. وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَذَيْنَا مُحْضَرٌ Surah Yasin. وَإِنْ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ Surah Tariq. Likewise here, وَإِنْ كُلُّ لَمَّا وَإِنْ كُلُّ what's the ayah? قول الله تبارك وتعالى وَإِنْ كُلُّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. طيب, so these three places you recite يُشَدِّدُ لَمَّا كَامِرُ النَّصَّ فَعْتَلَى Ibn Amir, Asim and Hamza, they recite with تشديد on the meme in لَمَّا. So they say وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. And likewise they say what? وَإِنَّ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ. Likewise إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ لما عليها حافظ. So if you were to combine in Surah Uhud مثلا وإن كلا لما, we spoke about the قراءة concerning وإن كلا إلى صفوه دلا, and now we hear reading that لما is recited with تشديد for كامر النص فاعتلى. So if you were to start off with نافع, نافع you would say what? وإن كل لما, right? تخفيف on both sides. Likewise if you were to recite Ibn Kathir, same قراءة. But if you were to recite مثلا شعبة, you will say what? وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ, right? If you were to recite for Hafs and Hamza, you will say what? وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ. Likewise, if you were to recite for مثلا someone like Abu Amr or Al-Kisai, you will say what? وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُ. طيب, والله أعلم. Then the author رحمه الله تعالى said, وَفِي زُخْرُفٍ فِي نَصِّ لُسْنٍ وَفِي زُخْرُفٍ فِي نَصِّ لُسْنٍ بِخُلْفِهِ. There is one موضع in Surah Al-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala, he said, وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Those who recite with tashdeed are فِي نَصِّ لُسْنٍ, Hamza, Asim, and Hisham. Hisham بِخُلْفٍ عَلْ. And so Hisham says what? وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا. And he also says, وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا. And as for Asim and Hamza, قولا واحدا, they recite with تشديد لما. والباقون, meaning نافع, ابن كثير, أبو عمر, ابن ذكوان, الوجه الثاني لهشام, likewise الكسائي, they will say what? وإن كل ذلك لما, وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والله أعلم. Then the author رحمه الله تعالى said, ويرجع فيه الضم والفتح إذ على, referencing قول الله تبارك وتعالى وإليه يرجع الأمر كله. That's how نافع and حفص read it. طيب, يرجع ضم الياء فتح الجيم. So they say what? وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه, فاعبده وتوكل عليه. And باقي القراء they recited as يرجع الأمر كله, وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه والله أعلم. Then the author رحمه الله تعالى said, وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد مزيلا. قول الله تبارك وتعالى وما ربك بغافل عما تعملون came twice in the Quran, end of Surah Hud and end of Surah النمل. قرأ بتاع الخطاب علما عما, نافع بن عامر حفص, والباقون بياء الغيب, وما ربك بغافل عما يعملون, بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم.
The final part to this lesson is of course the آت الإضافة. The author رحمه الله تعالى said وياتها عني إنه لفرح فخور. Therefore we have Hamza المكسورة, so apply the principle لحكم. وإني ثمانيا, إني has come 8 times in this surah. The first one, إني إذا لمن الظالمين, of course فتح. فنافع أبو عمرو لحكم. إني أخاف فأهل سما came 3 times. إني أعظك again here فتح فأهل سما. إني أعوذ بك فتح فأهل سما. إني أراكم here, however there is one of, this is one of the exceptions, right? What did Ash-Shatibi رحمه الله تعالى say? وتحتي وقل في هود إني أراكم وقل فطر في هود هاديه أوصل البزي عن نافع فقط. طيب بالفتح. Then the author رحمه الله تعالى he said وإني إني إني أراكم. Then we have إني أشهد الله فعن نافع فافتح. Then we have في ضيفي, right? وضيفي ضيفي here we have في ضيفي أليس, we have فتح for أهل سما. لن يوثر رحمه الله تعالى said ولكني أراكم, ولكني أراكم. The author رحمه الله تعالى spoke about this, right? When he said ولكني بها اثنان وكلا, right? ويااني فجعل لي وأربع اضحمت هداها ولكني بها اثنان وكلا. طيب من سورة هود, and therefore we have to reply, we have to apply الفتح for اضحمت هداها تبزي أبو عمرو and نافع, right? ونصحي فاقبل, ونصحي قول الله تعالى ونصحي إن أردت أن أنصح لكم. فتح فوف كوس نافع عن أبو عمرو البصري. لن يوثر رحمه الله تعالى he said شقاقي أن يصيبكم, أو شقاقي وتوفيقي. شقاقي of course شقاقي أن, so we have a فتح فو أهل سماء. لن يوثر رحمه الله تعالى said وما توفيقي إلا بالله, هي فتح فو نافع عن أبو عمرو, همزة مكسورة, right? وأولي حكم. لن يوثر رحمه الله تعالى سأل ورهطي, أرهطي سما مولا, وما لي سما لولا لعلي سما كفءا معي نفر العلا. أرهطي سما مولا, so إمال sorry فتح فه سما مولا أهل سما along with ابن ذكوان. لن يوثر رحمه الله تعالى سأل أرهطي أعز, we took that already, right? فطرني أفلا, فطرني أفلا تعقل. وقل فطرا في هود هذه أوصل, وقل فطرا في هود هذه أوصل. And so the قراءة بالفتح of course for البزي مع نافعين. لن يوثر رحمه الله تعالى سأل إن أجري إلا على الله, وأمي وأجري سكنا دين صحبة. And so when he says شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فطرا أجري معا تحصي مكملة. أجري إن أجري إلا على الله came multiple times in this surah, primarily in the story of Nuh عليه السلام, ويا قوم in the statement of the ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله, right? ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون. And so this أجري هي قرأ أمي وأجري سكنا دين صحبة, قرأ بالإسكان دين صحبة ابن كثير, ومعه حمزة والكسائي وشعبة. هذا والله أعلم. We've come to the end of our lesson. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.